طيب بسم الله نبدأ. المطلوب بجلسة اليوم أو لهذا الأسبوع بالجامعة هو بعتقد قسمين: الـ Composition of Functions، تركيب التوابع اللي راح نتعرف عليها اليوم، فكرة كثير بسيطة. وفي فكرة ثانية هي مقلوب التوابع، أو خليني بس أتأكد معلش من المبعوث كان على المجموعة، الـ Inverse Functions، نعم معكوس التابع، مو مقلوب التابع، معكوس التابع. وراح نفرق بالأصح بين المقلوب والمعكوس والفرق بيناتهم. فأول شيء خلينا نحكي على الـ Composition of Functions. قبل ما نبدأ شو إذا في عندكم شيء أفكار أو سؤال أو نقاش حول الشيء اللي حكيناه الجلسات الماضية، في شيء كان إشكالي، في شيء كان ما هو واضح؟ الأمور كانت تمام؟ الصوت واصل للجميع ولا في مشكلة؟ إذا الصوت واصل يا ريت نبعث على الشات واحد مثلا. تمام اوكي. طيب شو الفكرة من الـ Composition of Functions؟ نحن بالجلسات الأولى حكينا أن الـ Function عبارة عن مثل جهاز بندخل الـ Input فيه اللي هو مثلا قيمة الـ Variable اللي عندنا بالنسبة لنا X، بحصل منه على output، على نتيجة ما. ممكن مثلا إذا أخذنا الفانكشن اللي هو مثلا الكوادراتيك فانكشن تابع تربيع، اللي هو مثلا إذا قلنا نحن إنه y، أسف طيب صح، إذا أنا مثلا y تساوي x مربع، فهذا الشيء رح يعني إنه أنا لازم أدخل قيمة x اللي مثلا x نفرض تساوي 2، فراح احصل على قيمه انه الواي راح تساوي قديش؟ الاربعه. يعني نتخيل الموضوع وكانه انا في عندي مثل صندوق اللي هو الفانكشن هذا اف، بيدخل عليه الاكس كقيمه بحصل منه على الواي، فدخلت انا 2 حصلت منه على الاربعه، وهكذا بالنسبه للحالات الثانيه. طبعا اتفقنا على شغله انه هذا الصندوق او هذا الجهاز، ذكروا حكينا مثال يمكن مثل العصار او ما شابه، ليس من الضروره انه يقبل جميع قيم الاكس، انه مو انا والله اي قيمه لاكس بقدر بعطيها، لا قد يكون في عندي قيم ما بقدر بعطيها وبالتالي لازم اني اتجنبها. فمثلا الاكس اذا عم نحكي عن تابع كوادراتيك مثل هذا اوكي ممكن اعطيه اي قيمه، بس مثلا اذا عم نحكي عن تابع سكوير روت على سبيل المثال، فهون اف او واي اللي هي f x إذا اعتبرناها square root لل x، بالحالة ما بيصير x تكون قيمتها سالبة، لازم تكون أكبر أو تساوي الصفر. فإذا ما تحددنا الشيء رح يتم إدخاله لهذا التابع، وسمينا القيم اللي بيقبلها التابع الدومين، تمام؟ والقيم اللي بحصل عليها بعد ما تخرج من التابع أو الأوتبوت تبع التابع ممكن نسميها قيم y أو قيم f x، فهذا سميناه الرينج. هاي مجموعة أفكار حكيناها من الجلسة الأولى. هلا لو جينا احنا تخيلنا، خليني والله أعمل صفحة بيضاء قبل ما يعني نشوف الكتاب لأنه في كتابات كثيرة. طالع صفحة بيضاء عند الكل بعتقد هلا. اوكي. فلو جينا احنا قلنا مثلا في عندي التابع اللي هو f ايا كان هذا التابع مثل ما ذكرنا شوي، راح اعمل input x، راح يكون في عندي output اللي هو ال y، في عندنا شيء سميناه domain، وفي عندنا شيء سميناه ال range اللي هو القيم الناتجه عن هذا التابع. لحد الان هي افكار نعرفها من قبل من البحث الاول، بقصد مطلوب الكتاب اللي هو الشابتر هذا 3 نفسه، بس اول ما اخذناه ما تطلع الكتابه. إذا أخذنا هيك هلا عم تطلع ولا لا؟ هيك شخط شوي كمان لا؟ أوكي نحن بكتوني من أول، مو مثل المرة الماضية بعد ما ضليت شي نص ساعة بكتب بعدين اكتشفنا إنه ما هي ظاهرة عندكم.
طيب نرجع نجرب. هلا طالع شيء ككتابة؟ تمام تمام هلا طالع. اوكي تمام. طيب وهلا هلا لسه طالع ولا لا؟ ثواني بس اشوف الشات. هلا لا تمام. اوكي طيب معناته البرنامج عم يطالع، برنامج عم يطالع. اوكي نرجع هنا في مشكله. حاليا رجع بيطلع ما هيك؟ بكتب الازرق مبين عليكم اعتقد. ممتاز. اوكي طيب ما في مشكله. الفكره نرجع نقول اذا كنا عم نحكي عندي تابع ما وليكن اف اللي هو راح نعتبره مثل صندوق اسود بندخل فيه قيم اللي هي x بحصل منه على قيم y او fx لا فرق. في عندي قلنا مجموعه القيم المسموح ادخالها اللي هي مجموعه القيم الممكن ل x سميناها الدومين. القيم اللي بحصل عليها من y هي راح تكون بمثابه، خليني بس ابعد هذا الشريط شوي، هي راح نسميها القيم اللي بحصل عليها راح نسميها الرينج المجال. طيب نفترض ان انا في عندي فانكشن ثاني ممكن نسميه اي شيء وليكن جي، نتذكر الدوائر نسميه اف جي اتش او اي حرف اخر، بحيث انه مثل ما اي فانكشن كمان راح يكون في له انبوت وفي له اوتبوت. هلا بس الفكره الحسابيه انا اني انا ما بدي اعطي انبوت جديد للجي اكس، بدي اعتبر الاوتبوت، خليني اغير اللون، الاوتبوت اللي كان عندي للفانكشن التابع عفوا الفانكشن السابق اللي هو الاف هو نفسه راح اعتبره راح يصير شو؟ الانبوت لجي، وراح احصل منه على اوتبوت هو نهائي اللي هو راح يكون جي يفترض مو اكس راح اسميه، شو دخلت له فعليا؟ راح اكون دخلت له قيمه اف اكس صح؟ لانه هون عندنا هي اجته بدل اكس اجته قيمه اف اكس اللي بالنسبه له صحيح ادخال، يعني ادخال جديد وكانه هي اكس، ولكن فعليا هي اكس انا عندي اياها تساوي قيمه اف اكس، ممكن نسميها زد مثلا، انه هو جي بدل ما ادخله انا زد دخلت له اف اكس، فراح احصل بالاخير على قيمه نهائيه ما. فلاحظ انا بهالعمليه معناته شو سويت؟ ركبت تابعين مع بعضهم، هي الكتابه جي اوف اف اوف اكس، انه تابع الجي للاف للاكس، هي مكتبة جي او اف اكس. يعني عم ركب انه صوره التابع جي على الاف على الاكس. هلا بارض الواقع هي حاله رياضيه هيك تخيليه ولا لها تطبيقات؟ لها تطبيقات بحياه كثير، ونحن ممكن حتى مشان نفهم الفكره اكثر ممكن ناخذها بشغله بعيد عن الرياضيات. طالما عم نقول مثلا انه الفانكشن شبهناها مثل جهاز او اله ما، انا باي معمل باي ورشه مهما كانت يعني وعنا بسيطه او صغيره غالبا بحتاج اني لما بدي اصنع الشيء امرر هذا الشيء اللي عم اصنعه على اكثر من اله. يعني تخيل الموضوع مثل مثلا الفانكشن اف هو ماكينه مثلا تقطيع، يعني عم نحكي مثلا ماكينه نجاره مثلا او ورشه نجاره اسف، فعندي مثلا هي اف بتقطع الواح الخشب الى قياسات معينه. الجي مثلا بيركب القطع على بعضها، فانا حتى احصل مثلا على طاوله او صندوق فلازم اول شيء اقطع الخشب بالشكل المناسب بعدين اركبه. فلاحظ اله التركيب ما راح تاخذ الخشب الخام، ما بدي بعطيها اكس خام من البدايه خشب خام والا تساوي من جمعيه من القطع راح تطلع مع الطاوله، لا انا باخذ الخشب الخام بقطعه اول شيء بالتقطيعات المناسبه بعدين بركبه او بجمعه من خلال الجي. فلاحظ معناتها الجي عملها او الادخالات رح تدخل بجي، هي منين رح تجيها؟ من الخرج تبع الاف. فمنتجات الاف او النتائج النهائيه تبع الاف هي رح تكون مدخلات للتابع جي، وهي عمليه ممكن الحياه تتكرر اكثر من تو فانكشنز، يعني ممكن يكون في عندي تابع ثالث ورابع والى اخره. طبعا نحن بنكتفي باثنين لانه هي الفكره نفسها بس بنعود بنعممها او بنوسعها. فاذا تركيب تابعين هو ببساطه انه التابع الثاني يكون الدخل تبعه هو مين؟ الخرج تبع التابع الاول. هل من الضروره ان تكون العمليه هي 1 تو 1؟ لا ليس بالضروره. شو كان معناته انه تابع 1 تو 1؟ قبل ما نجاوب انه هو بالضروره او ليس بالضروره، خلينا نجاوب انه شو معناته تابع 1 تو 1؟ ال 1 تو 1 كان بيعني انه التابع الاكس تقابل قيمه واي، والواي بتكون وحيده لحتى تقابل قيمه اكس، يعني نتذكر انه كان في عندنا لحتى يصير تابع
ما بيصير الـ X تعطيني أكثر من Y، هاي متفقين عليها تمام؟ بس أنا ممكن يكون في عندي Y وحدة تقابل أكثر من X، يعني مثل مثال تابع الـ Quadratic Function شفناه شوي. لو عندي مثلا، خليني كمان أغير اللون عشان نغير الأفكار ما تضبط بعضها، بس بقول أنا X مربع، أنا ممكن أدخل 2، ممكن أدخل سالب 2، موجب 2 وسالب 2، 2 هاتون شو راح يعطوني؟ حيعطوني 4. فلاحظ 2 input أعطوني 1 output، فهون واضح إنه ليس تابع 1 to 1. هل من الضروري أن يكون بحاجة تركيب التوابع 1 to 1؟ لا، ليس بالضرورة، ممكن أدخل هون 2 أحصى منها على 4، أرجع الـ 4 دخلة بالجي أحصى مثلا، وليكن الجي على سبيل المثال نفترض 2 إكس وتابع بسيط، فأجاني هون أنا إكس مربع دخلنا له 2، 2 تربعت صارت 4، فهون صار الجواب 4 ضرب ب 2 صارت 8. لو جينا دخلنا مثلا سالب 2 تربعت فكمان أعطتني 4 تمام، وراحت شارج سالب ما في مشكلة، ب 2 كمان 8. فالتابع التركيب النهائي اللي اعتبرناه او سميناه تابع واحد، لاحظ قيمتين دخلوا بالاصل سالب 2 وموجب 2، حصلت بالاخير على جواب واحد اللي هو 8، ليس بالضروره. فقد تكون هي توابع 1 تو 1 او ليس بالضروره هي توابع 1 تو 1، ما في عندنا اي اشكاليه بالحقيقه. تمام؟ وضحت الصوره؟ فهي هي ببساطه فكره تركيب التوابع. هلا في عندنا شويه امور لازم ننتبه عليها. طبعا احنا بنشبه المواضيع هي مثل ماكينه، وفي ماكينة أولى بدها تخرج تعطيني منتجات، هاي المنتجات بدها يتم دخولها إلى الماكينة الثانية. هل يجوز إنه أنا شو ما خرجت الماكينة الأولى يدخل بالماكينة الثانية؟ ولا لا، في قيود على الموضوع برأيكم؟ شو برأيكم؟ هل من الممكن إنه التابع الأول أي شيء بيخرج عنه، يعني فعلياً اي شيء عندي اياه بالرينج تبعه ممكن يروح على التابع اف؟ في قيود حسب الداله، ممتاز. يعني معناتها انا بدي انتبه على انه الداله هي اللي هي مين، خليني بس امسح هي شغله صغيره هون الساحه عندي اريز تمام اوكي. فبدي انتبه معناتها على نقطه انه الانبوت اللي بده يتم دخوله من تابع F إلى التابع G لازم يكون أصلاً من الدومين تبع G. G كان أصل في عنده قواعد، هو مثلاً نفترض تابع 2X أوكي ما بيقبل أي شيء ما في مشكلة، بس لو افترضنا مثلاً جذر 2X فصار لازم أنه يكون قيمة موجبة، فمعناته أنا لازم أقبل هون فقط القيمة اللي هي أصلاً من الدومين تبع G. لو كان الرينج تبع F بيتضمن شغلات أكثر فيفترض أني أستبعده لحتى أضمن أنه اللي بيطلع من هون من تابع F بقدر بدخله بالتابع جي. فمعناتها في عندنا بس مقارنه انه الجزء المشترك لازم اخذه فقط هو بين الرينج تبع اف والدومين تبع جي، لانه فعليا الرينج تبع اف هو راح يكون الانبوت او الدومين للجي. فلازم انتبه على اللي بيحقق الشرطين واخذ التقاطع بيناتهم، يعني الجزء المشترك بيناتهم. لو كان الدومين مثلا عندي للجي بياخذ قيم هي اصلا ما راح تكون ضمن الرينج تبع اف، يعني اف ما خرج يعطيني اياها، فايضا راح يتم استبعادها. فإذاك نحن عم نقول ناخذ التقاطع بين الرينج تبع F والدومين تبع G. هاي هي ببساطة ما قلت الأفكار الخاصة بموضوع التركيب التوابع. ممكن نرجع هلا للكتاب ونشوف الأفكار اللي عم يناقشها. الفكرة اللي حكيناها مثلا تركيب التوابع، هي عندنا شوية أمثلة، أو قبل عفوا تركيب التوابع بيحكي عن فكرة العمليات الجبرية على التوابع اللي هي functions using algebraic operations، العمليات الجبرية اللي هي فعليا عم نستعملها في الجلسات الماضية دوما ننتبه عليها. مثلا بقول انا تابع مثلا خليني كمان اكتب مثال صغير معلش، بقول مثلا fx، بتطلع الكتابة هلا ولا لا؟ ظهر الكتابة هلا حاليا ولا في مشكلة كمان فيها؟ اوكي، لو قلت fx مثلا هو 2x زائد 3 صح؟ أنا بعرف تابع كنا نسميه تابع لينير، تابع خطي عبارة عن 2x زائد 3. طيب هذا التابع بالحقيقة أنا ممكن أعتبره هو عبارة عن تابعين صح؟ هذا التابع الأول وهذا التابع الثاني، لو سميت هذا hx وهذا gx. شو ال hx؟ هو التابع كمان خطي بس بدون أمثال ثابت، يعني هو بس 2x، فإذا أنا بقول أنا hx هو يساوي 2x، والgx اللي هو كان التابع الثابت اللي هو عبارة عن 3، وقت بجمع هذول التابعين مع بعضهم بحصل على هذا التابع اللي هو fx.
فعمليا احنا كنا عم نتعامل مع عمليات جبريه على التوابع اللي هي جمع التوابع وطرحها وضربها وقسمتها بدون ما يكون منبهين على او مركزين اكثر على فكره انه هي عمليات حسابيه. نفس الشيء الضرب مثلا ممكن هذا ال 2 اكس قادر اعتبره هو عباره عن تابعين راح اسميه مثلا اتش 1 او اتش برايم اكس مضروب بمين؟ ب اتش دبل برايم مثلا اكس. شو الاول او شو الاتش برايم؟ هو عباره عن تابع ثابت 2 مضروب بالتابع الخطي اللي هو التابع المطابق الايدنتيتي فانكشن اللي هو الاكس، صح ولا لا؟ فاذا التابع اللي هو 2 اكس هو عباره عن ضرب او ناتج جداء تابعين، شو هن؟ 1 2 هو تابع ثابت، والثاني هو اكس اللي هو التابع المطابق، بحصل منه على التابع اللي هو 2 اكس. فعمليا مثل ما احنا ممكن نعمل على التوابع ببساطه مجموعه عمليات بحيث انه بيكون عندي جمعة ضربة وقسمتها، جمعة وطرحة وضربة وقسمتها، العملية الأربعة المعروفة. طبعا مع التنبيه دائما انه ما في قسمة لازم شو يكون عندي الجي اكس هذا اللي هو بالمقام لازم لا يساوي الصفر، هي متفقين عليها انه ممنوع القسمة على الصفر. طيب شو بنقصد بالتابع اللي هو مجموع تابعين؟ هو ببساطة قيمة التابع الأول زائد قيمة التابع الثاني. طرح التابعين هو ببساطة أيضا قيمة التابع الأول ناقص قيمة التابع الثاني، وهكذا بالنسبة لبقية الأمثلة الثانية. خلينا نطبق شوية أفكار أو شوية تمارين على الفكرة هاي. فلو جينا إحنا أخذنا مثلاً g ناقص f x اللي هو g x ناقص f x، فرح يكون عندي إذا g x هو عم بيقول لي x ناقص واحد، عفواً f هذا x ناقص واحد، وال g عم بيقول لي x مربع ناقص واحد، فببساطة بعوضهم g x هو x مربع ناقص واحد وال f x هي x ناقص واحد. طبعاً قبل إشارة سالب ننتبه على النقطة، فلازم أحط دول بين قوسين عشان لما افك الاوس تروح او تتوزع اشاره السالب على كل الحدود. فبالاصلاح هي بصير عندي موجب اكس وهي سالب واحد مع موجب واحد بيروح، فبس عندي اكس مربع ناقص اكس. فاذا فكيتها راح يعني راح نطالع الاكس على المشترك، فبتصير اكس مضروبه بين قوسين باكس ناقص واحد. ايضا اذا حبيت احسب الجي اكس المره عفوا الجي على اف، فراح يكون عندي الجي اكس هو اكس مربع ناقص واحد على اكس ناقص واحد. بعرف هاي ممكن افكها كمطابقه شهيره، يطلع معي مجموع بفرقهم وبالتالي اكس زائد 1 مضروبه باكس ناقص 1 على اكس ناقص 1، كمان ممكن اختصرها بيطلع معي هذا الشكل. فبيطلع معي اكس زائد 1 بهذا الشكل اللي هو عباره عن تلخيص او الشكل النهائي لقسمه التابعين. فاذا التوابع احنا ممكن نجي عليها العمليات الحسابيه اللي نعرفها، نجمعها نطرحها نضربها وايضا نقسمها، ولما نقسمها ننتبه مثل ما قلنا على انه التابع اللي نقسم عليه لازم ما يساوي الصفر. في شيء اشكال الافكار اللي حكيناها؟ في شيء صعب؟ بعتقد الفكره كثير بسيطه، ومثل ما قلت لكم احنا كنا سابقا عم نتعامل معها من دون ما يكون منتبهين عليها، وكنا نسمي تابع باسم هو فعليا عباره عن عمليات حسابيه على هدول التوابع. هلا create a function by composition of functions، تركيب التوابع، هي الفكره الجديده. مثل ما قلنا بكتب f o g بين قوسين x، فهو فعليا f of gx اللي برا هو اللي بيكون اخر شيء، يعني تركيب العمليه او تنفيذها هي بيكون من الداخل. اذا بدنا نحن نطبق فباخذ اول شيء gx، اسف طلع قلم كبير، تمام. طيب فباخذ اول شيء معناتها هون gx اول شيء بحسبها، هاي هذا اول فانكشن. المثال كنت عم بحكي من شوي على اللوح الابيض لما كنت عم بكتب كان التابع الاول اذا بتذكروا f والتابع الثاني هو g، فهون كنا عم نكتبها g او f، تمام x. هون عندي صارت هلا بالعكس f اللي يطبق على مين؟ على g x. فباخذ اذا اول شيء التنفيذ من الداخل بعدين اللي بعده، واذا في لسه ثالث رابع الى اخره بنفس الترتيب. معناتها بقول g x بحسبها هي بتكون قيمه الخرج تبعيتها هي رح تكون دخل للتابع f، وبالتالي f of g of x. هيك ممكن انه نقرا القراءه شوي طويله، هي f of g of x of x مثل ما قلنا، او ممكن نقرا على اساس انه هو f composed with g at x، انه تركيب f مع g عند القيمه x. السؤال هلا ليش عم ركز انه لازم نبدا من الداخل وليس من الخارج؟ ليش؟ وقت نقول نحن f o g، f o g بقصد فيها انه هذا التركيب، يعني بدل ما اقرا f of g of x ممكن اختصرها F O G، يعني بقرأ الرموز F وهذا رمز صغير ممكن نقرأه إنه O دائرة و G اللي هو التركيب التابعين. يعني هل ممكن أنا كنت عم بقول ليش عم بركز على الترتيب؟ لأن أنا ممكن أقول مثلا رح أقول مثلا طيب G O F X
مو نفس الشيء ولا لا بيختلفوا؟ بمعنى اخر هاي اذا فكيناها راح تصير عندي جي اف الاكس، مو نفس النتيجه هاي، هل تساوي هاي ولا لا؟ شو رايكم؟ هدول متساويات ولا غير متساويات؟ فادي قصدك تساوي نفسها، انه يعني تساوي انه كلمتين نفسها انه مثل بعضهم يعني قصدك، ما هيك بالك صح؟ مالك عم بيقول انه لا من متساويات. صوته بصوت، بدنا حدا يرجح احد الرأيين، عبد الرحمن او ممكن احكي شوي؟ تفضل. اكيد. انا قصدي انه اثنيناتهم عم بيعطوا نفس ها عفوا كنت مالي منتبه كثير. انا قصدي فكرت انه النتيجه بالطرف اليمين من المعادله اللي حضرتك كتبتها هي نفس النتيجه المكتوبه على اليسار، عفوا على اليمين نفسه من المعادله المكتوبه بالكتاب. يعني قصدك هون جي اف وهون اف جي نفس، لكن منتبهون مثلا طيب لا هدول مالهم نفس الترتيب فبيختلفوا. عفوا. طيب هون السؤال انه تغيير هذا الترتيب بياثر على الجواب النهائي ولا لا؟ هذا السؤال. طبعا هو بيأثر لانه بيصير هون كان مرض مثلا النتيجه المكتوبه بالكتاب على الطرف اليمين كان الانبوت شيء وبعدين بالمعادله اللي كتبتها حضرتك الناتج على الطرف اليمين تغير الانبوت صار الانبوت جي. يعني لا ما متساويات هيك عم بيقول فادي. نعم غير متساويات. ومالك كان عم بيقول غير متساويات. عبد الكريم عبد الرحمن ما سمعنا صوتهم او رايهم. طيب دائما من متساويات؟ دائما ما متساويات. سؤال جميل. ممكن توضح سؤال اكثر بعد اذنك؟ يعني هل ممكن تصرف عندي حالات انه اف او جي مثل جي او اف؟ اي ممكن اذا كان التابع نفسه. اذا التابع نفسه ممكن هي حاله من حالات. طب اذا التابعين مختلفين؟ مو شرط يطلع الجواب نفسه. هاي اللي بدي اياها تمام، مو شرط. هي الفكره اذا انه ما بالضروره يكونوا متساويات ولا بالضروره يكونوا غير متساويات، يعني ما في عندي حاله احكم فيها انه دائما متساويات او دائما غير متساويات، انه حسب التوابع اللي عم اشتغل فيها. بس كقاعده عامه بنقول احنا غير متساويات او بنقول ليس بالضروره متساويات، يعني عشان ما نفكر انه والله تغيير الترتيب ما بياثر، لا بياثر. هلا تصدف عندك حالات اوكي بيطلع من تغيير الترتيب بمعنى اف او جي مثل جي او اف بيطلع نفس الجواب، فساعتها بنقدر نقول انه ما في عندي مشكله. إذا ننتبه على موضوع الترتيب بالنسبة لترتيب التوابع، لأنه عادة النتيجة بتكون مختلفة. وهذا عم نحكيها لهون FOG اللي هو يساوي GX، أول شيء نحسب قيمة الـ GX بعدين بتكون هي الانبوت للF لح تحصل على الجواب النهائي. In general FOG and GOF are different functions. بشكل عام إن التابعين مختلفين، تضبط حالات إنه بيطلعوا متساويات أوكي، وهدول بيكونوا حالات مميزة يعني لهم رح نشوفه بعد شوي شو معناتها لما يكون عندنا الترتيب ما بيأثر. إذا in other words in many cases f g x يعني f of g of x لا يساوي g of f of x for all all values of x. هيا ناخذ شوية تمارين. أول شيء خلينا نقرأ التعريف عشان نشرح أساس الكتاب. The composition of function شو يعني composition of function؟ When the output of one function is used as the input of another لما يكون في عندي الخرج لأحد التوابع يستخدم كدخل للتابع الثاني. We call the entire operation a composition of functions. نسمي العملية بالإجماع هو تركيب توابع. For any input x and functions f and g إذا من h لأي قيمة لx والتوابع اللي عندناها f و g this function defines a composition a composite function. العملية أو هذا العمل راح يعرفنا تابع مركب بنسميه أو بنرمز له f o g. ممكن طبعا نسميه إذا حبيت أي رمز آخر يعني إذا بدك تختصر عملية. المهم تعرف إنه هو ناتج تركيب. فإذا f o g x اللي هو يساوي f لل g x. نرجع نقول بننفذ التعليمات أو ال functions حساباتها للتابع الداخلي أول شيء، يعني من x أنت مو بتبدأ تعطي قيمة ل x، ابدأ من اللي جنبه بعدين اللي جنبه وهكذا. مثل ما قلنا بشكل عام المساواة تكون غير محققة. كمان النقطة اللي حكيناها من شوية the domain of the composite function f o g is all x. إذا domain لهذا ال function بشكل عام هو جميع القيم x التي that x is in the domain of g and gx is in the domain of f. إذا أول شيء ناخذ قيم ال x اللي هي بتكون أصلا domain لل gx باعتبارك نفذه أول شيء، هاي ما في مشكلة. بس بدي أضمن إنه
الجي اكس يعني الاوتبوت تبع هذا الجي شو لازم يكون؟ هو في الدومين ايضا للاف. وهي النقطه اللي حكيناها من شوي انه خرج التابع الاول لازم يكون هو مقبول يكون دخل للتابع الثاني. It is important to realize that the product of functions fg is not the same as the function composition. جدار التوابع اللي حكينا عليه من شوي لما قلنا العمليات الجبريه هو عمليه مختلفه تماما عن موضوع تركيب التوابع. الجي اكس مثلا ممكن اعرف تابعين، واحد مثلا راح نقول مثلا اف عشان تغير الحجم كل مره. طيب اذا قلت انا مثلا انه عندي اف اكس هي مثلا اكس تابع مطابق، وعندي جي اكس مثلا هو اكس مربع، تمام؟ جداء اذا قلت اف بي جي كضرب هون اكس باكس مربع اللي هو اكس مكعب. هذا عمليه مختلفه عن موضوع التركيب، تمام؟ ناخذ شويه امثله بتساعدنا على ترتيب الافكار بشكل افضل. بعتقد لو جينا انا مثلا في عندي using the functions provided find fgx و gfx determine whether the composition of the functions is commutative. شو يعني commutative؟ تبديلي. بمعنى اخر بامكاني انا اغير الترتيب، بمعنى اخر fog يساوي gof. فرح نشوف انه هل العمليه محققه، الخاصيه عفوا محققه انه هن فعلا commutative ولا لا. اذا كانوا commutative معناته تبديلهم ما بياثر على النتيجه، فبقدر ببدل على كيفي. اما اذا ما كانوا commutative معناته ما بيصير ابدا. فبنجي fx عندي 2 اكس زائد 1 و gx هو 3 ناقص x. شلون بدي احسب الكومبوزيشن تبعهم؟ ببساطه كنا عم نقول f لل gx بعوض بدل gx قيمته. شو كان بيقول لي gx هو 3 ناقص x، فهون صار عندي انا 3 ناقص x وين؟ لل f. خليني في خطوه ممكن اكتبها قبل ما تبعيت الكتاب استعملها. لو جيت انا قلت مثلا هلا هون في عندي f gx صح؟ هلا رح بدل جي اكس هي كلها بما يساوي، فرح يصير عندي اف لمين؟ للجي اكس. شو هي الجي اكس؟ هي 3 ناقص اكس. اعتبر هي بذهنك انه هي مثلا سميها واي. وشي مثلا عندك الاف اكس هو شو بيقول؟ 2 اكس زائد 1، يعني 2 واي زائد 1، فبتحط محل كل واي هي القيمه كلها. فرح يصير عندي معناتها بهالحاله 2 بدل اكس هي صارت 3 ناقص اكس زائد 1 حوضناها. بعد ما توصل للمرحله يعني ركبت انت او طبقت التابع جي والتابع اف، هلا بقى ممكن تعمل شويه اصلاحات جبريه لتوصل للصيغه النهائيه. فبنشوف مثلا طلع معي 7 ناقص 2 اكس. نفس الشيء رح نعمله هلا مع مين؟ مع العمليه المعاكسه، يعني جي لمين؟ للاف اكس. فرح نشوف هلا بهالحاله كمان رح اقول انا عندي جي، طيب رح نقول انه في عندي هلا انا جي لمين؟ لاف اكس. الاف اكس شو كان بيقول؟ 2 اكس زائد 1 صح؟ هلا هذا كله كمان رح مره هلا على مين؟ على الجي. الجي كان بيقول 3 ناقص اكس، بس هي صارت كلها هلا بالنسبه لي هي بدل الاكس، او اللي قلنا من شوي نسميها مثلا واي. فهون صار في عندي 3 ناقص هي اللي صارت هي واي بالنسبه للجي. كمان شويه اصلاحات بعمل انه اختصارات، فبيطلع معي سالب 2 اكس زائد 2. واضح طبعا انه هي النتيجه هون لا تساوي هي، وبالتالي ما بقدر بقول انه هدول متساويات، وبالتالي التابعين هن not commutative يعني غير تبادليين، وبالتالي ما بيصير ابدل بيناتهم اثناء عمليه التركيب. وضحت الصوره؟ صار واضح الامر؟ هلا شو معنى او شو تفسير الكومبوزيشن اوف فانكشنز او الكومبوزيت فانكشن؟ شو معنى التابع المركب؟ مثل قلنا من شوي موضوع انه جهاز اول وجهاز ثاني، فانت عندك صار جهاز بيعمل عمليتين، يعني بتنظر له وكانه هن الورشه. فالورشه بالاخير بيدخل خشب بيطلع طاولات، خلص هذا بالنسبه لك اللي عم يتم، ليس بالضروره تعرف تفاصيل الخطوات اللي عم بتتم بكل جزئيه. Investigating the order of function composition ترتيب العمليات التركيب التوابع. ليس بالضروره انه عكس الترتيب، مو هلا هون ما بنحكي رياضيات، عم نحكي كمنطق مسائل، انه ليس بالضروره انه اذا التركيب تابع بشكل معين يكون له معنى اذا عكست الترتيب. خلينا نقرا المثال. عم بيقول لي افترض انه الاف اكس هو بيعطينا المايلز اللي بتقدر تسوقها في كذا ساعه، او عدد المايلز اللي انت بتقطعها بكذا ساعه سفر، يعني قطعت مثلا خمس ساعات سفر معناتها انت مشيت كذا ميل وفق معادله طبعا معينه. فهذا هو الفانكشن الاف. الجي بيعطيك انه كم جالون من البنزين او الوقود بيخليك تسوق كذا مايل. هلا بهالحاله اي تركيب هو المنطقي؟ اف جي واي ولا جي اف اكس؟
لما بنقول نحن y يساوي fx اللي هو الفانكشن اللي شو الاوتبوت تبعه هو عدد الاميال يعني المسافه اللي انا بسوقها او بقدر بقطعها بناء على عدد الساعات اللي انا سقتها يعني سقت 5 ساعات معناتها قطعت كذا ميل فمعناتها الاوتبوت اللي احصل عليه بهالحاله هو number of miles صحيح هلا number of miles هدول يصلحوا انه يكونوا input للتابع الثاني اللي هو الجي الجي شو كان بيقول لي عدد الجالونات اللي انت استهلكتها بناء على المايلز اللي انت مشيتها فاذا بعرف number of miles ودخلتها ل على التابع جي فبحصل على number of gallons فمظبوط معناتها انا شو سبب الحال معناتها اذا انا عم سوق كذا ساعه يعني من خلال معرفتي لعدد الساعات اللي سرقت فيها السياره او قيادتي للسياره عرفت عدد المايلز عدد المايلز دخلتهم على الجي فحصلت على عدد الجالونز ممكن طبعا تختصر هذول المرحله البينيه باختصار بقصد انه ما تشغل بالك فيها مثل ما انا مشوي تركيب التابع صار بيعطيني يعني صار ممكن افهم على اساس انه بعرف عدد الساعات اللي سرقت فيها بعرف كم جالون انا استهلكت هذا حصلت عليه من خلال تركيب هدول التابعين. هلا لو حبينا نركب بالعكس، يعني جيت اخذت اول شيء التابع الجي اللي انا بعطيه عدد المايلات اللي انا سقتها بحصل منه على عدد الجالونات. طيب عدد الجالونات بعدين بدخلها على التابع اف لحتى احصل منه على عدد المايلز. واضح انه مو منطقي هذا التركيب. فالنقطة انه اللي عم ناقشها هون ليست رياضية بقدر ما هي خلينا نقول بالتطبيقات، هلا بالرياضيات نحن قلنا موضوع الدومين ننتبه انه قيمة الاكس تكون مناسبة. يعني بيقبلها قيمة الاوتبوت تبع التابع الأول لازم تكون مقبولة ضمن الدومين للتابع الثاني أيضاً يعني هذا الشرط الرياضي أحياناً لا يكفي فنحن لحتى تكون العملية منطقية لازم يكون أيضاً تركيب التوابع هو منطقي فهون إذا ناخذين كل النمبرز يعني عدد الساعات والعدد المايلز ولا عدد الجالونز كلهم أعداد يعني رياضياً يصلح تعوض بهذا التابع ما في مشكلة بس منطقي أنه تقول له مثلاً عدد الجالونز وهي فعليا الفانكشن عم ياخذ لازم عدد الساعات واضح انه لا فننتبه عليك امور اثناء حل المسائل هو مثل ما قلنا مو امر رياضي بقدر ما هو امر تطبيقي للمسائل الحسابيه الهندسيه او العلميه او ما شابه are there any situations where f g y يعني تركيب f مع g y and g f x would both be meaningful or useful expressions هل من الممكن يكون في حالات انه التركيبين صالحات وبيقولون معنى نعم ممكن يكون في حالة ما في مشكلة ولكن مو دائما هي هاي نقطة كنا عم نحكيها من شوي evaluating composite function حساب قيمة التابع المركب evaluation اتفقنا انه نعطي قيمة ل x نحصل على قيمة ال y هيك كنا نشتغل سابقا هل نفس الشيء راح نساوي ولكن لمين للتركيب فمثل ما فعليا اشتغلنا من شوي بالحالات العامة لما كان عندي تركيب تابعين لو جيت انا قلت x تساوي 1 بحسب ال fx طيب هذا صار الـ fx هون اللي هو 6 هو input لمين؟ للبعده فهون عم بيقول لي table 1 عم بورجينا الـ evaluate fg 3 and gf 3 فأول وحدة مثلا fg 3 بجي بقول أنا معناتها بدي أخذ g لما القيمة 3 هاي قيمة الـ x 3 دخلت على الـ g حصلت منها على 2 الـ f تبعيتها شو راح تكون بهي الحالة؟ مثل كان عم بدخل أنا 2 للـ f وبالتالي النتيجة النهائية راح تكون 8 إذن هاي F G 3 قديش جواب النهائي رح يكون 8 ليش؟ أنا G 3 شو مع G 3 يعني X 3 تعطيني G 2 هاي 2 نفسها رح تصير input لمين؟ لل F فبروح على 2 بعتبر أنه صارت هي داخل بال F وبحصل منها على 8 العكس هلا G F 3 فكمان رح أخذ X 3 ال F شو بتعطيني مقابلة 3 هاي 3 نفسها رح تصير لمين؟ input لل G فبروح على 3 عند ال X بس بقرأ منها قيمة ال G فإذا جوابها رح يكون بهالحالة قديش؟ 2 فإذا هاي القيمة رح تكون كنتيجة نهائية معناتها 2 واضح إنه الجوابين مختلفين وبالتالي معناتها تبديل التركيب غير متاح بهدول التابعين. في أي مشاكل الأمور اللي عم نحكيها؟ أنا أحس الأمور يعني بسيطة لذلك شوي ماشي فيها. لا في شيء صعب لحتى نناقشه. نفس الفكرة هلا الكومبوزيت فانكشنز ولكن يوزينج جرافز بالاستعانة بالرسومات البيانية فهون إذا في عندي رسمين بياني لتابعين ولو انه حكينا بسابق الموضوع الرسومات البيانيه ما كثير نحن يعني بنعتمد عليه كثير لانه ما كثير بيعطينا الخيارات الصحيحه ولكن بكتاب مذكور فهون بدنا نشوف التمرين ايفالويت اف جي 1 فكمان بروح على الجي اول شيء على الرسمه تبعيه الجي بالرسمه تبعيه الجي بتقول لي لما الاكس 1 قديش قيمه الواي بتكون او قديش قيمه الاف اي 1 بجي لهون نفترض بعتقد هي 2 لازم ناخذها
فاثنين. هلأ اثنين هي رح تصير هي الدخل للتابع اللي بعده، معناتها صارت الإكس هون عند التابع الثاني هي نعتبرها كأنه اثنين، وباخد الناتج تبعها اللي هو خمسة، فإذا معناتها هذا الجواب يساوي خمسة. طبعاً إذا كان رسمنا دقيق، إذا كان رسمنا دقيق وصحيح فممكن ساعتها يكون بهذا الشكل. فهون عم جي واحد هو يعتبرها ثلاثة، أنا أخذت يمكن اثنين من شوي، يعني هي صايرة حتى لا اثنين ولا ثلاثة بيناتهم. anyway نقبل أنه هي ثلاثة. حكيت المرة الماضية عن موضوع عدم الدقة في الرسم الموجود بالجراف. أصلاً رسم الرسمة هون أنا شايفها غير اللي فوق، أو جوزة كبرنا يطلعوا مثل بعضهم. anyway فهي ثلاثة، فبتأخذ مهم القيمة المقابلة هون، ترجع بتأخذها هي تعتبرها X بالتابع الثاني أو بالرسم الثاني، وأيضاً بتسقط بتشوف قديش قيمة الواي، هي بتكون النتيجة النهائية للتركيب الكلي. تمام؟ Evaluating composite function using formulas، هي الطريقة الأكثر شيء نحن نستخدمها واللي فعلياً حليناها من شوي بالتمرين من البداية، فرح نحل عليها تمرين ثاني. عم بقول لي FT يساوي T مربع ناقص T و HX يساوي 3X زائد 2، فبنحسب قديش قيمة F لل H للواحد. ففي طريقتين، إما بحسب الـ H عند الواحد، يعني بعوض الواحد وين؟ بالـ H. الـ H هون شو عم بيقول لي؟ HX هو 3X زائد 2، بعوض محلها واحد، فـ 3 في 1 3 زائد 2 5، إذا هي بعتبرها لكلها صارت 5، فصرت على هون عندي F في 5. كمان بعتبر هي X بعوضها وين؟ بالـ T، فـ T مربع ناقص T، يعني 5 مربع 25 ناقص 5، فبيطلع معنا بهالحالة قديش؟ 20. هذا الجواب الصحيح، هي الطريقة ممكن تكون أبسط والأسرع. الأفضل ولو ما هي شوي أطول إني أنا أوجد الصيغة تبعية التركيب بعدين أعوض فيها، يعني بجي بقول أنا بدي أحسب F لمين؟ لل HX بشكل عام. HX شو تساوي؟ يعني بقول هذا الشيء يساوي كأني عم بحسب F لمين؟ لل HX اللي هي شو بتقول؟ 3X زائد 1، إذا 3X زائد عفوا 2، 1 زائد 2. تمام. هلا F لهذا الكلام كله شو يساوي؟ عم بقول لي T مربع ناقص T، يعني مربع هذا أو هاي المقدار كله، تمام؟ زائد T، معناتها بقول يساوي 3X زائد 2 والكل للتربيع زائد عفوا زائد ناقص T اللي هو 3X زائد 2. بنفكها ممكن أو نعمل شوية إصلاح، بيطلع معي صيغة بعوض فيها قيمة T، بكون أوجدت جواب. طبعا واضح إنه هي الطريقة أطول، أكيد الطريقة السابقة أسرع إذا أنا بدي أحسب بس لقيمة واحدة، ولكن إذا في عندي عدة قيم فلا، الأسهل إني أوجد عبارة جبرية وبعدين بعوض فيها، لكن مرة بيطلع معي الناتج النهائي وخاص. واضح الأمور؟ في أي إشكالات؟ هلأ موضوع الدومين للكومبوزيت فانكشن، دومين للتابع المركب، قبل ما نحكي عنه أسألكم إذا في شيء إشكال، في شيء ما واضح قبل ما نتابع. إذا الأمور تمام نبعت واحد على الشات. ممتاز. طيب فكرة الدومين ناقشناها، حكينا فيها من شوي لما هيك كنت عم برسم رسمة صغيرة، لذلك حقرأ التعريف فورا. Domain of a composite function. The domain of a composite function fgx is the set of those inputs x، يعني مجموعة القيم اللي بيتم مسموح إدخالها لـ x، يعني in the domain of g التابع الأولاني، يعني for which gx is in the domain of f. هي بس ننتبه، يعني كل قيم الإدخال للتابع الأولاني اللي هو جي بمثالنا، كل الدومين يعني خلينا نقول للجي مقبول، ما عدا القيم اللي ممكن تعطيني أوتبوت يعني تكون جي إكس فيها لا تقع ضمن الدومين تبع التابع إف. هذا الحكي النظري نقدر نوضحه أكثر من خلال شوية أمثلة عملية. فخلينا نشوف، عندي التابع إف إكس هو 5 على إكس ناقص 1 والجي هو 4 على 3 إكس ناقص 2. بدنا نحسب التابع FOG ونشوف أيضا الدومين تبعه. هلا من مين نبدأ لنا؟ التابع الأول اللي هو مين؟ الأقرب لX، يعني G. فالG عندي هو الدومين تبعه شو؟ مين بتذكر شو كان الدومين تبعه؟ 4 على 3X ناقص 2. يعني شو المشكلة بهذا التابع؟ هو تابع يعني يبدو polynomial أو ما شابه، ولا لا ما هو بولونومي. ايوه تمام، مقام لازم لا يساوي الصفر، احسنت مالي. معناته انا بقدر لحتى اعرف انه لا يساوي الصفر بقدر بساوي صفر، يعني 3 اكس ناقص 2 بقول تساوي الصفر، بنقول 2 بقسم على 3 فبيطلع معي الاكس لازم تساوي قديش؟ 2 على 3.
إذا هاي القيمة لازم تكون مستثنات، يعني معناتها الدومين تبع جي اكس هو ار ما عدا مين؟ الاثنين على ثلاثة. أو نقدر نقول إن هو من ناقص لا نهاية، حتى اثنين على ثلاثة مجال مفتوح من الطرفين اجتماع كمان اثنين على ثلاثة فاصلة موجب لا نهاية. صحيح؟ هلا بس في عندي مشكلة إنه في قيم هون قد تعطيني output يكون output تبعه واحد. وين مش تزعطاني واحد؟ نفس الكلام اللي حكاه مالك من شوي على مقام الجين ما لازم يساوي الصفر، ايضا الاف لازم لا يساوي الصفر، صح؟ فانا هذا بدي اياه لا يساوي الصفر. شلون بدي اعرف انه لا يساوي الصفر؟ كمان بدي اعتبره انه هو يساوي الصفر، بس فعليا هاي الاكس من وين راح تجيني؟ ما راح تجيني الاكس مباشره، راح تجيني من ناتج تابع جي هذا. فاذا كان هذا الجي حطيت قيمه اكس ما بعرف شو هي، بس انا بدور عليها، بس اذا عوضت انا هون قيمه اكس معينه، انا طلع معي هذا الجي كله يساوي الواحد، ساعتها راح يعمل لي مشكله مع مين؟ مع الاف. فهي الاكس اللي قد ينتج عنا او راح ينتج عنا قيمه انه الجي اكس يساوي واحد لازم ايضا استثنيها او استبعدها. شلون بدي اعرفها؟ بحل من اجله، يعني بحل العلاقه على اساس انه هي تساوي الواحد، فبقول 4 على 3 اكس ناقص 2 بقول تساوي 1. ليش عم بقول تساوي 1؟ ما هي قاعده، حسب شو القيم اللي انت بدك تستثنيها من التابع الثاني، شو كان بتعمل لك مشاكل بالتابع الثاني. فكون هون انه المقام بينعدم اذا كانت الاكس 1، فبقول معناتها هذا الجي كله لازم اذا ساوي 1 بدي استبعد هي القيمه، كمان بالحل بيطلع معي انه القيمه 2. معناتها القيمتين لازم استبعدهم هن 2 و2 على 3، وبالتالي نقدر نقول انه مجموعه التعريف للتابع المركب هي من ناقص لا نهاية أو مسالب لا نهاية 2 على 3 مفتوح اجتماع 2 على 3 لل 2 كمان مفتوح اجتماع من 2 إلى موجب لا نهاية. هيك بضمن أنا أنه ما يصير معي أي مشاكل بالقيم X اللي عم يتم إدخالها بالتابع المركب. نفس الفكرة ولكن هالمرة أنه التابع فيه radicals جذور، فمثل ما قلنا من شوي أنا عندي GX هو 3 ناقص X والF هو X زائد 2. هلا التابع الاول مجموع التعريف اصلا هي لازم يكون انه اكس بحيث يكون 3 ناقص اكس هو اكبر من الصفر او اكبر او يساوي الصفر، لذلك رح يطلع معي انه هو من 3 الى سالب لا نهايه. منين جبنا هالكلام؟ بنحلها 3 ناقص اكس بدي اياها اكبر او تساوي الصفر، ننقل فبعد بقول انه 3 اكس اذا اكس معناتها الاكس لازم تكون اصغر او تساوي 3، يعني من السالب لانهاية الى 3. ايوه لا يساوي اكبر او لا او يساوي شو تحت الجذر لا يساوي الصفر، لا بس يساوي الصفر ما في مشكله. فلذلك نقدر نقول انه تحت الجذر اكبر او يساوي الصفر. جذر الصفر صفر ما عندنا مشكله، بس جذر العدد السالب بيعمل لي مشكله، ما بعرف اجذره بالاعداد الحقيقيه، راح يوقعني بالاعداد الوقتيه اللي هي خارج حاليا شغلنا. المقام ما بصير يساوي الصفر، بس تحت الجذر معلش يساوي الصفر. ما في مشكله مالك ولا يهمك. هلا بنيجي على الاف. الاف هو راح يكون قيمه الجي كلها تمام؟ ومضاف عليها 2، كمان هذا الحكي كله لازم شو يكون؟ اكبر او يساوي الصفر، يعني لاحظوا هلا راح اخذ هي العلاقه كلها اللي هي تحت الجذر، هي بدي اياها تكون اكبر او تساوي الصفر، فرجعنا هون تحت الجذر 3 ناقص اكس زائد 2 كلها لازم تساوي عفوا اكبر او تساوي الصفر. هلا هون هذا المقدار لما بجذر انا عندي تحت الجذر ضمنان انا انه راح يكون موجب من القسم الاول صح؟ فعمل لي since the radicand of the square root must be positive since the square roots are positive فمعناته عندي هذا المقدار دائما راح يكون هو موجب زائد 2 كمان موجب فمعناتها الناتج دائما موجب معناتها دائما محقق وبالتالي انا معناتها كل الاعداد ما عندي مشكله فيها بالنسبه للاف. مين عندي فيه مشكله؟ بس اللي هن استثنيناهم شوي يعني كنا مستثنينهم من البدايه فخلص معناتها المقبول هو كل شيء من سالب لا نهائي للثلاثه تمام؟ وبالتالي معناتها ما في عندي شيء استثنيه اكثر من اللي استثنيناه المرحله الاولى. انا ما كثير فهمت هذا الشرح، شو عم بقول انه هذا الجذر انه هو موجب؟ وبالتالي ما في داعي استثني شيء.
نحن مو وقت نجذر بيطلع معي مثلا جذر الأربعة هو موجب 2 وسالب 2، يعني هذا الجذر معناته ممكن يكون موجب ممكن يكون سالب، ولا مين عنده رأي تاني اني ممكن يوضح لي شو اللي سوا هون الكتاب؟ ممكن احكي كمان؟ تفضل. قصده انه ممكن مثلا، ما بعرف هيك اللي فهمته، انه ممكن تكون زائد 3 او ناقص 3. مين زائد 3 وناقص 3؟ ما هو كتب انه القيمه من ناقص لا نهايه للثلاثه، وعند الثلاثه هو سكر المجال. مظبوط. ثواني ثواني، خطوه خطوه. فادي مو هيك؟ نعم. فهو هي مين جابها؟ هي منين جبناها نحن؟ جبناها بناء على الجذر الاول تبع جي، جي على بالي كانت نعم. ناقص اكس، فانا معناتها قيم اكس اللي اصلا انا بسمح ادخلها فكره دومين، تخيلوه مثل حارس عندك اياه على بوابه التابع، فما بيخلي الشاطر رح تعمل له مشاكل. فبالنسبه للتابع الكسري الجذري عفوا، رأسا كل شيء تحت فوق الثلاثة استثنى، قال لك أنا مسموح بإدخاله هو من سالب لا نهاية للثلاثة. للثلاثة. في حارس ثاني عند التابع F، سؤالنا هل رح يقبل كل شيء مرة أو الحارس الأول ولا لا؟ كمان ممكن يستثني شيء معين. التمرين اللي قبله تركته إنه في قيمة 2 الحارس الأول مرة، بس الحارس الثاني قال لك لا أنا هنا ضغط معي، فما رح يسمح بإدخاله من البداية، من البداية ما بصير يدخل 2. هون سؤالنا هل كل شيء مره او التابع الاول راح يكون مقبول للتابع الثاني ولا لا؟ في شيء اعتراضات عليه؟ الكتاب عم يشرح انه ما في مشكله كله مقبول. سؤالي ليش؟ تفضل فهم. ليش؟ لانه التابع الاف اكس هو بيعد مو تحت الجذر هو ناقص 2، فالناقص 2 هي ضمن الناقص لا نهايه، يعني ضمن المجال مجال الجي اكس هو ضمن المجال الاف اكس. طيب يعني هلا نحن لو جينا عنا اخذنا مثل ما بتقول سالب 2، يعني العفو بس على المقاطعه، بقصد بكلام اخر يعني اذا جينا رسمنا محور الاحداثيات مثلا من ناقص لنهايه للثلاثه، هذا الجي اكس هو مجاله من ناقص لنهايه للثلاثه، اما طبعا. مجال الاف اكس هو من ناقص لنهايه للناقص 2، فمن ناقص لنهاية للناقص 2 هي مضمنة مجال الجي اكس، فكرمال هيك قلنا ناقص لنهاية للثلاثة. خلينا ناخذ سؤال بشكل اخر، مثلا ناخذ قيمة هون وليكن صفر. نعم. او خلينا نقول ناقص واحد، هلا بس عشان تكون الحسابات سهلة، ناقص واحد مثلا، تمام؟ لو اخذنا ناقص واحد عوضتها بالمحل اكس بتصير موجب، فصارت معناتها 4. جذر الاربعة قديش؟ 2. ناقص 2 زائد 2. حلو، ناقص 2 وزائد 2. ناقص 2 مع زائد 2 صار 0، زائد 2 مع زائد 2 4، بالحالتين مقبول. تمام؟ طيب لو اخذت مثلا هلا عندي قيمه، خلينا نقول انا بحاول اضبط المثال، مثلا سالب 4، اوكي سالب 4 مقبوله، سالب 4 صح؟ سالب 4 عوضناه هون بسالب اكس، شو بتصير مع طبيعه الحاله؟ زائد 4 زائد 4، او نكبر شو اكثر عشان تطلع قيمه مقبوله، خلينا نقول 6 عوضها سالب 6 بناقص بتصير موجب 6، و3 9، جذر 9 قديش؟ موجب 3 سالب 3، اذا موجب 3 وزائد 2 5، اوكي سالب 3 وزائد 2 صار ناقص 1. معناتها هيك لازم استثنيها صح؟ هذا سؤال. ليش هو مرة أم كلهم؟ مين عنده جواب؟ على فكرة جواب السؤال هذا مو بجلستنا اليوم، هو بجلسة بعتقد أول جلسة وقت حكينا عن التوابع. تذكر وتعرفنا التابع أنه لازم يكون في لكل قيمة X شو قيمة وحيدة لواي، صح؟ نعم. فنحن على هذا الكلام، يعني انسوا هلا هون تركيب توابع وجذر جوا جذر والقصه المكركبه، خليني اعتبر هلا انا اف اكس يساوي جذر الاكس، بس هيك ببساطه. وجي عوضت هلا الاكس هون 9 اللي هي قيمه اكس، صح؟ على كلامنا عم نحكيه هون راح يطلع معي معناتها قيمتين لواي، يا موجب 3 يا اما سالب 3، صح؟ وهذا كلام كارثه. هذا ما صار اسمه تابع. فنحن اتفقنا من الاساس وقت عم نعرف التابع، التابع اذا انا هون فرض انه هو تابع، التابع الجذري هو دائما بناخذ مين؟ الفرع الموجب، وحتى اذا بتذكر وقت رسمناه كان بيعطيني فرعين هيك وهيك، فان هذا ملغى، بناخذ دائما هذا الفرع الموجب فقط.
فلذلك هو عم بيقول لي since the radicand of a square root must be positive, هون عم يعرفها since square roots are positive. اذا دائما جذر, جذر ايش من كان العدد تحته, طبعا هو تحت الجذر فرضته انا موجب اصلا ما بيمنعني او بفرض عليه هذا الشرط, بس الجذر جوابه دائما موجب لانه السالب اصلا مستبعده والا ما صار اسمه تعريف تابع. فمعناته هذا المقدار دائما موجب, وعندي هنا عم بجمع معه 2 كمان موجب فما في مشكله, فاذا كله موجب فاموري في السالب. انا بس حبيت اوقف عند هاي النقطه مشان اذكركم بفكره انه التابع الجذري ما نخلط بينه وبين جذر عدد. جذر عدد نعم بتقول لي موجب 3 وسالب 3, بس التابع الجذري دائما قيمته موجبه. أنا كان هذا قصدي إنه التابع الثاني لازم يكون حصراً 1 to 1. ما أصدق التابع بشكل كامل, ما التابع المركب. مين معنا بس الصوت؟ أنا ما حد صنع صوت. مالك مالك. عبد الكريم. مالك عفواً. مالك فضل. طبعاً. أنا هون كان قصدي أستاذ إنه التابع لازم يكون الثاني هو تابع 1 to 1. لازم يأخذ قيمة واحدة بالدخل وقيمة واحدة بالخارج. لأنه التابع الأول لح يكون في عنا ممكن يكون أكثر من دخل يعطينا نتيجة بخرج واحد. فالخرج الواحد, فالتابع الثاني حصرا بده يكون في عنده خرج واحد من التابع الاول يدخل له ويعطينا قيمه فريده بالنهايه. فالتابع الثاني رح يكون حصرا عندنا 1 تو 1. هذا اللي قصدته فيه بسؤالي اول للدرس. بس اخذنا مثال من شوي انه لا ليس بالضروره صح, يعني شفنا لو ما كان 1 تو 1 ما بس كان ياخذ حالتين. هلا على كلامك التابع, شوف ما صار التابع الثاني طبعا التوابع هي 1 تو 1. لا لا اللي لازم يتحقق انه شو ما كانت, يعني ممكن معلش كذا قيمه دخل بس تعطيني قيمه خرج وحده, هذا الهبر الضروري تماما. بس احنا بالطابع الاول عم يطلع لنا نتيجه خرج وحده لكذا قيمه, يعني ممكن ندخل اكثر من قيمه يعطينا بس بالنهايه نتيجه خرج وحده بالطابع الاول. هذا معنى بده يكون تابع صح. ايوه تمام, اكثر من قيمه دخل بس خرج واحد ما في مشكله. ايمت بصير عندي مشكله؟ تمام رح يعطينا. تفضل. ثواني استاذي. تفضل تفضل. الشيء اللي قصدته انه التابع الاول رح يكون في عنا ممكن اكثر من قيمه الدخل رح يعطينا نتيجه خرج واحده. صحيح. وهي نتيجه الخرج الواحد الفريد رح نستخدمها بس بالتابع الثاني. لحتى ايضا يعطينا نتيجه قيمه واحده. ليس بالضروره كمان التابع الثاني ممكن ياخذ مثلا قيمتين يعني 8 و4 ويعطيك مثلا 6 دائما. يعني كمان التابع الثاني انت صح, المثال انا ذكرته من شوي كان تربيع وجذري يمكن بعتقد او هيك شيء, فبين معك انه بالتابع الاول في قيمتين عم تعطيك خرج واحد صح, بس هذا الخرج واحد رح يروح على التابع اللي بعده. اوكي, بس لا يعني بالضروره معناتها انه التابع الثاني انه فقط هي القيمه تعطيك هذا الخرج, ممكن يكون في قيمه ثانيه تجي من مكان اخر بس اثنيناتهم دول قيمتين رح يعطوك نفس الخرج. يعني ما بضمن انا ما بقول لك انه كلامك يعني لا يحقق ابدا, لا ما راح يكون التوابع 1 تو 1, قد تكون 1 تو 1 بس الترتيب ما بيضمن انه هي 1 تو 1. يعني هذا شرط اضافي انا ما ضروري افرضه على التوابع, اي تابع ممكن يكون يتركب مع التابع اخر سواء كان 1 تو 1 او ما كان. تمام تمام الصوره وصلت. تمام يعطيك العافيه. اوكي طيب, اذا بالنسبه لهذا التابع وقفنا شوي عنده مثل ما قلتكم عشان ننبه على موضوع الجذور والتابع الجذري, لانه عاده مسبب اشكالات عند الطلاب او اللي اشتغلوا يعني بالرياضيات عموما هو التوابع الاشكالي. في سؤال عن عبد الكريم, ليش مو قلنا ناتج الجذر المفروض ما يكون سالب, ليش عم نحط هذا؟ بقوله هو هيك النقطه كنا بنناقشها, يمكن كتبت السؤال قبل ما اجاوب اعتقد انا انتبهت عليها بالشات, هذا عم بنناقشه انه ما في عندنا موجب سالب. الموجب سالب لما بتحكي جذر عدد, عفوا اما التابع الجذري اصلا احنا عرفنا انه هو موجب فانتهت القضيه. هلا عندي الديكومبوزينج ا فانكشن, عمليا يعني فك التوابع, بدل ما نركب التوابع ممكن انه نفكهم عن بعضهم. فكره كثير بسيطه, اذا في عندي انا اف اللي هو تابع جذر 5 ناقص اكس مربع, هذا انا ممكن اعتبر الاف اكس هي عباره عن تركيب تابعين. تمام, شو هن التابعين؟ واحد مثلا بعتبره اف اكس اللي هو 5 ناقص اكس مربع, والثاني جذر الاكس. فاذا صار انا اعتبرت ان الاف اكس هي, خلينا نكتب شوي بالقلم, فراح اعتبر اتش اكس اللي هو يساوي 5 ناقص اكس مربع, وجي اكس هو تابع ثاني هو عباره عن جذر الاكس. ركبهم مع بعضهم شو بيطلع معك؟ بيطلع معك هذا التابع. فكمان معناتها مثل ما بلشنا درسنا اليوم انه احنا في توابع عم نتعامل معها على اساس انه هي تابع واحد قدامنا. يعني انت كثير ممكن بتمرين يجيك او
بمسألة تشوف هيك تابع إنه جذر 5 ناقص إكس مربع وأنت تفكر فيه على أساس إنه هو تابع واحد وهو صحيح تابع واحد، ولكن هذا التابع من وين جاي؟ إما من العمليات الجبرية اللي حكيناها بالبداية إنه ضربون وجمعون وكذا، أو حتى التركيب. يعني ممكن كمان أنا التابع أنظر له على أساس إنه هو عبارة عن تركيب توابع، وبالتالي إذا جاني تابع شوي معقد أنا ممكن أفككه إلى عدة توابع وأتعامل معه على هذا الشكل. واضحة الفكرة؟ يعني هو ما كثير متوسع فيها لأنه هي فعلياً ما كثير مختلفة عن التركيب، إنه بس إذا في عندي تابع معين ممكن أعتبره على أساس إنه هو عدة توابع مركبين مع بعض. نكون خلصنا الجزء الأول اللي هو يمكن الأطول أو الأصعب. الجزء الثاني هو الانفرس فانكشنز، كمان شغلة كثير بسيطة. شو التابع العكسي؟ خلينا نرجع شوي للرسمة اللي بلشنا فيها اليوم، لأنه في ارتباط الحقيقة بين موضوع التركيب وبين موضوع التابع العكسي. شو أنا كنت عم بقول إنه في عندي تابع F في input وفي output، بعدين بيجيني تابع G اللي هو مثلا ممكن نسميه G. الانبوت هاد خليني أحطه بغير لون مثلا أحمر، الانبوت هاد نفسه هلا رح أخده أمرره ليصير عفوا الاوتبوت هاد آسف رح مره ليصير input لل G وأحصل منه على input نهائي. فهلا اللي أنا بشوفه معناته صار عندي بالنسبة لي وأتركب التابعين وكأني بدخل هاي القيمة بحصل على هاي القيمة، ولو إنه على مرحلتين بدل مرحلة واحدة. هاي خلصنا منها تركيب التوابع. هلا في عنا الانفرس فانكشن، التابع العكسي. التابع شو التابع العكسي؟ انا عندي تابع دخلت قيمه اللي هي مثلا اكس حصلت منه على قيمه واي، بدي تابع اخر بحيث ادخل له واي احصل منه على اكس. اذا قدرت الاقي هذا التابع فهذا رح اسميه بهالحاله التابع العكسي. اذا كان هذا اف هذا رح نسميه F ناقص واحد. هي ببساطة التابع العكسي. هو تابع وقت اللي بطبقه على أو بعطيه خلينا نقول دخل هو بالنسبة لنا خرج التابع الأصلي الـ F، فبحصل منه على القيمة الـ X الأساسية. في حد عن منكم عنده فكرة شلون بيقدر يبطلي هاي الموضوع أو هاي الفكرة مع فكرة التركيب اللي حكيناها من شوي؟ أنا قلت في علاقة، لذلك حاولت أبدأ بالشرح من خلال الـ Composition. مين ممكن يخطر على باله شغله؟ نحن اتفقنا انه بناخذ ساعة ومنريح بعدين نرجع ناخذ ساعة ثانية. اليوم ما اعطيتكم استراحة، حسيت الامور ما كثير صعبة، معظم الافكار ما جديدة عليكم. امر اخر البحث قصير، احنا بعتقد يعني ربع ساعتين بنكون خالصين. فلذلك فضلت انه ما يكون في استراحة. فهذه لما بيكون نفس المجال لا ما عم بفصل هلا شو الشرط، يعني انه تفرض شرط معين حتى تعرف انه بيتركب ولا لا، بس المقصد انه لما عم بقول لك انه تركيب التوابع هو انه بتدخل قيمه لاف بيطلع معك اوتبوت خرج، هذا الخرج نفسه بتدخله على تابع ثاني بيطلع معك خرج جديد. التابع العكسي هو تابع بتدخل او بالعاده تابع عادي خلينا نقول اف بدخل قيمه ما بحصل على واي. التابع العكسي هو لما بدخل له واي بحصل على اكس. فشو بيخطر عليكم إذا حبينا ندمج الفكرتين مع بعضهم؟ لو جيت أنا قلت مثلاً F أستاذ يعني ممكن إذا كان الأول X مربع يكون الثاني جذر X مثلاً؟ أيوة تمام. وبالتالي شو بصير معناتها؟ مثلاً إذا قلنا F تركيبه مع ال FX إيش لازم أحصل؟ على X. يعني فعلياً هو التابع العكسي هو التابع بيلغي أثر أو مفعول التابع الأول. في لعبكي كان يمكن مالك بعتقد، في بس ملاحظة موضوع التربيع والجذر هدول بدون انتباه شوي، لأنه التابع العكسي تبعهم واحد يقبل السالب واحد ما بيقبل، فبس انتبه على هالنقطة. فإذا أنت هون قصرت المجموعة التعريف على الأعداد الموجبة أوكي تمام، يعني أنت بالتربيع ممكن تدخل سالب 2 بالجذر ما بصير تدخلها، فما رح ترجع لك السالب 2 رح ترجع لك 2. أما إذا أنت أصلاً عم تقول إنه تابع التربيع هو أنا بس معرفه على مجموعة الأعداد من صفر إلى واحد، عفواً من صفر إلى موجب لنهاية، ساعة نعم تركيب أو التابع العكسي للتربيع هو الجذر، برجع لك أي عدد موجب أنت دخلته للتربيع ما في مشكلة. أما الأعداد السالبة راح نقدر نحصل عليها. ممكن نغير إشارات، إشارات شو قصدك عبد الكريم؟ هلا التابع التركيب او عفوا التابع العكسي هو بنرمز له ب F ناقص واحد. ننتبه على شغله انه F ناقص واحد نحن متعودين لما عبد الكريم يوضح لي سؤاله مثلا كنا نكتب
شو نقول مثلا واحد على x او واحد على خلينا نقول 10 اس ناقص 2 او موجب 2 عفوا، تيجي تكتب ليها انه بالبسط تصير 10 اس سالب 2، يعني تعودي وقت نطالع عشان المقام البسط انه بتنعكس اشاره الاس فيها. هذا حكي ما له علاقه باللي عم نحكيه، اف ناقص 1 لا تعني 1 على اف اكس، تمام؟ هذا مقلوب تابع، هذا ما لنا علاقه فيه حاليا. انا مجرد رمز عم بقول اف اس ناقص 1 لا تعني ابدا 1 على اف، ولكن مشان انه نعتبرها مثل كاني ضرب التوابع انه اف ناقص 1 باف 1 يروح مع بعضهم يصفى لي الاكس، هيك ترميز. تمام؟ لا اشتغل اشاره الداله ليس بالضروره، مو بالضروره هيك العمليه. هذا بتحكي عليه كان مثلا مرافق العقد، نغير الجزء التخيلي اشاره الجزء التخيلي، هذاك فكره ثانيه ليس بالضروره. ممكن لا تابع تابع مثل المثال اللي قاله شوي مالك انه اول تابع مربع ثاني تابع جذر، فهون بالاخير ربعت يعني دخلت 2 ربعت صارت 4 رجعت جذرتها طلعت 2، لاحظ معناتها الجذر بعد بعتبره هو التابع العكسي لمين؟ لا تابع التربيع. في توابع اسهل وانتم متعاملين معها كثير، باخذ مثلا زاويه 30 تفضل تفضل استاذ المقصد بالموضوع انه اذا كان في عندنا تابع اف اكس في له مجموعه من العمليات، التابع العكسي له هو مجموع العمليات اللي بترجع واي لقيمه اكس. ايوه تمام، ترجع لقيمه اكس الاصليه دخلتها، ممتاز. خلينا ناخذ مثال لكم في شويه توابع انتم متعاملين مع حتى التوابع العكسيه تبعيتها. مثلا في عندي زاويه 30 درجه او بي على 6 راديان، قيمه ما زاويه شو من كانت تكون قياسها؟ كنت انت تاخذ الساين تبعها صح؟ يطلع لك عدد. لاحظ زاويه حصلت على عدد. هذا العدد اذا بدي اعرف شو الزاويه اللي بتعطيني اياه، يعني مثلا بنقول احنا مثلا ساين 45 جذر 2 على 2، طيب مين الزاويه اللي الساين تبعها جذر 2 على 2؟ ايش كنت تساوي انت؟ كنت تطبق التابع اللي هو الارك ساين صح؟ فبتطبق الارك ساين على جذر 2 على 2 برجع لك الزاويه الاصليه اللي كانت عندك. هذا هو مثال شهير جدا، او الامثله هي التوابع المثلثيه، مثال كثير بسيط وشهير على التابع العكسي. نقرا سريعا الافكار اللي عم نحكيها. هون عم بحكي عن موضوع درجات الحراره، التحويل بين فهرنهايت و الدرجات المئويه. ومثل ما قلنا من شوي التابع العكسي ببساطه هو التابع اذا ركبته مع التابع الاصلي اللي عندك لازم تحصل على قيمه اكس. وهون ممكن احنا نقول اف ناقص 1 جي اف او عفوا اف ناقص 1 او اف اكس يساوي اكس اعطاني اياها، او ممكن نقول اف او اف ناقص 1، هذول بيكونوا ايضا كميوتيتيف. خلينا نقرا بشكل سريع. For any one-to-one function fx تساوي y، هون بقى مثل ما كان عم بحكي من شوي مالك نقطة مهمة انه لازم يكون هذا التابع one-to-one. لذلك قلت لك من شوي تابع التربيع هو ليس تابع one-to-one. لأنه عندي ناقص 1 أو خلينا نقول ناقص 3 وزائد 3 يعني موجب 3 وسالب 3 اثنيناتهم تربيعهم 9. فهذا ليس تابع one-to-one. إذا قدرت أحوله لتابع 1 تو 1 من خلال مثلا آخذ مجموعة تعريف فقط الأعداد الموجبة، أوكي، إذا هون عندي شرط لحتى نقدر نوجد التابع العكسي اللي هي الـ 1 تو 1 فانكشن، ولازم يكون التابع تابع تطابق 1 تو 1 فانكشن. بهالحالة بنقدر نعرف تابع جديد f ناقص 1 x is an inverse function of f، بحيث إنه f ناقص 1 y مين الـ y اللي هي ناقصا أصلا f x نفسها، فراح يرجع لي الـ x الأساسية. This can also be written as f minus 1 the fx من اجل جميع قيم الx. It also follows that انه f minus 1 x يساوي x. فاذا هذول التابعين ممكن نعتبرهم commutative، يعني تركيب التابع مع التابع العكسي او تركيب التابع العكسي مع التابع بالحالتين بيعطيني قيمه المتحول الاساسي for all x طبعا من domain اللي هو لل f minus 1 او لل f. The notation f minus 1 او to the power of minus 1 أو نقرا إنه f inverse معكوس f، ما نقرا f to the power minus 1 عشان ما نفكره إنه أس ناقص 1. Like any other function we can use any variable name لل fx، بس اللي بده يقوله هو keep in mind that f inverse is not 1 over fx. هذا اللي كنا عم نقوله من شوي، إنه ما نفترض أبدا إنه المعكوس هو المقلوب. مقلوب تابع يعني واحد على التابع، هي عملية جبرية مثل ما كنا عم نقسم شوية توابع. أما المعكوس فهي عملية مختلفة تماما. شو ميزة هاي المعكوس؟ إنه هو تابع تركيبه مع التابع الأساسي لازم يعطيني قيمة المتحول لحاله، برجع لي x مثل ما هي بالأساس. شوية تمارين ساعدنا. If for particular one-to-one function f2 يساوي 4
and F5 يساوي 12 what are the corresponding input and output values. هلا F2 بقول لي يساوي F4 معناتها شو التابع المعاكس له لازم يكون F4 يساوي 2 وايضا اذا بقول لي F5 يساوي 12 معناتها F inverse لل12 لازم يساوي الخمسة. طبعا مثال يعني كثير بسيط لدرجه انه اصلا ما منه فائده انه بس عدد واحد. خلينا ناخذ مثال شوي فيه علاقات جبريه. fx عامل لي 1 على x زائد 2 والgx هو 1 على x ناقص 2. هل عم بيقول لي سؤال هل g هو الf inverse يعني هل g يمثل معكوس التابع f؟ شو بدي اتاكد؟ مثل ما قلنا من شوي اذا كان تركيبهم بيعطيني x لحاله فاذا صحيح. فبنجرب f الx هو كان عندي 1 على x زائد 2 هي كلها هلا رح تعتبر وين بمثابة الx بالg فهذاك حط لي هون 1 على هي قيمة الf كلياتها ناقص 2 نعرف نحن 1 على كسر شو معناتها يعني مقلوبه فهو فعليا هي كلها بتصير 2 زائد x او x زائد 2 ف1 على 1 على x زائد 2 هي ببساطة تساوي x زائد 2 هون في عندي ناقص 2 فبالاخير شو في عندي x اذا فعلا g يساوي الانفرس. كمان طبعا ممكن كان يتحقق لنا علاقه بالعكس يعني اركب الاف مع الجي ما في مشكله واذا ركبت هيك او ركبت هيك ما في مشكله اتفقنا اصلا انه متحققات وبالتالي اذا واحده منه ما زبطت اكيد الثانيه ما رح تزبط واذا واحده زبطت معناتها اكيد الثانيه زبطت. فهو مثل ما بقول لك هون انه كافي لحل السؤال هو انك تحل بس هي بس واحده منه لا فرق هي او هي ولكن هو مشان يعني دربنا اكثر عم بياخذ ايضا ثاني معهم اذا حبينا نعكس ناخذ المره اف جي اكس فالاف كان 1 على اكس زائد 2 اي 1 على بدال الاكس وحطينا قيمه جي هي 1 على اكس ناقص 2 نوحد المقامات شويه اصلاحات فبيطلع معي ايضا كمان الاكس فاذا معناتها فعلا الجي هو اف انفرس. موضوع الجذور مثل ما قلنا ننتبه عليه لحتى نضمن انه تكون القيمه مقبوله ضمن مجموعه التعريف للتابع الثاني. اف كان اف الاكس ايكوالز اكس كيوب تابع تكعيب والجي اكس بقول لي 1 على 3 اكس هل جي يساوي اف انفرس؟ فبالتركيب واضح انه ما راح يعطينا فلذلك ليس التابع العكسي. Finding domain and range of inverse function هاي نقطه كمان ننبه عليها. نحن الاف هو اصلا له مجموعه تعريف عندنا هون هذا نفترض الدومين للاف والرينج للاف هو مجموعه اخرى فالاف فعليا عم ياخذ من هالمجموعه الى هالمجموعه هذا هو الاف. الاف الاف انفرس ببساطه هو الرينج راح يصير مجموعه التعريف والدومين هو راح يصير او اللي كان دومين لاف هو راح يصير الرينج ففعليا تنعكس القصه. لذلك من شوي قلنا مثلا تابع الساين على سبيل المثال الساين مجموعه التعريف تبعيته هي مجموعه الاعداد الحقيقيه بس الرينج تبعه هو من ناقص واحد الى زائد واحد لذلك معناتها الارك ساين شو الدومين تبعه هو من ناقص واحد لزائد واحد بينما الرينج تبعه راح يكون هو ار او مجموعة الاعداد الحقيقية. ممكن ناخذ شوية امثلة او نقرأ اول شيء القاعدة بعدين نشوف الامثلة. The range of a function fx is the domain of the inverse function f inverse و the domain of fx is the range of f inverse. اذا كل واحد بصير دومينه رينج الثاني وبالعكس. توابع بسيطة ما رح وقف عندهم. Finding and evaluating inverse function شو هذا نوجد التابع العكسي. أول شيء إذا كان التابع معطى بشكل جدولي يعني عندي أنا جدول هو مثل التابع نذكر التوابع كان ممكن مثلها بثلاث طرق إما جدول أو علاقة جبرية أو حتى رسمي يعني في عندي جراف غالبا طبعا الأكثر استخداما هو العلاقات الجبرية. فإذا عندي جدول عم بقول لي T بالمينتس هي كذا و F هي كذا بالمايل. هلا التابع العكسي ببساطه راح يكون معناته انه انت بتاخذ المايلز بتطالع منها الزمن المناسب يعني لما تعمل ايفالويشن لزمن مثلا لك 50 دقيقه قديش بكون اعطانا كم مايل؟ بتقول لي 40. طيب لما باجي بسالك نحن اعطانا 70 مايل كم دقيقه مضى عليها معناتها؟ ببساطه بتاخذ الانبوت هو 70 بتاخذ ما يقابله اللي هو 90 مينت بسيط جدا. Evaluating the inverse of a function given a graph باعتبارها مره اعطاني الرسمه. فهون اذا انتبهنا على شغله من شوي قلنا انه التركيب بين التابع والتابع العكسي تبعه شو بيعطيني؟ اكس صح؟ شو هي الاكس؟
الاكس هي تابع ولا شو؟ ممكن اكتبها تابع ولا شو؟ هل الاكس ممكن تكون تابع ولا لا تكون تابع؟ الاكس هو اتخذ بالدالتين او الفانكشن. صحيح. طيب كان في عندنا فانكشن اسمه اف اكس يساوي اكس ولا لا؟ استاذ بس في استفسار بسيط على المثال اللي طرحته قبل. تفضل. طبعا يلا تكرم المثال اللي هو الجدول بالجداول. جداول تكرم هاد ولا قبل مر جدول حاطط فيه هذا تمام. تمام. هلا هون هذا انفيرس هذا استاذ المثال الخامس. هلا هو التابع بالاصل عندنا تي مينتس، يعني انت بتدخل المينتس تحصل على المايلز. الايمج تبعه شو بيكون؟ اف انفيرس بدك تدخل مايلز تحصل على مينتس، يعني اللي يصير هذا الانبوت خلينا نسميه هون اف انفيرس الاكس، هذا بصير الانبوت، يعني تعطي هدول الاكس تبعاتك تحصل على هدول. طيب استاذ هون في اختلاف، هون في عندنا بالمينتس عندنا 70 عم يعطينا 60 على المايلز. نعم. عم نعطيه 70 على المايلز عم يعطينا 90 على المينيت. هو انت لما دخلت 70 مينيت حصلت على 60 مايلز. صح؟ صح. هلا لما تتابع العكسي الاف انفيرس تفهم من شوي انه الرينج تبع الاول هو راح يصير الدومين، فانت بتتابع الاف انفيرس اف ماينس 1 ما بصير تعطيه 70 او عفوا ما بصير تعطيه 60. لا عفوا لا 60 فيو. تمام شو كان بس عندي سؤالك معلش انا اسف خربطت لانه بشغله. القصد انه طالما انه هو عم يعطينا بس لازم الدخل عفوا اذا كان اكس يعطينا واي واي نفس الشيء. طيب اف 70 تمام فنحن في عندنا هون ال 70 عم يعطينا 60. حلو اف 70 عم يعطينا 60 فلازم الاف 70 الاف 90 تمام الانفيرس ال 70 لازم كمان يعطينا 60 ما يعطينا 90 ولا انا تبست علي الامور؟ هيك لازم يصير. لما عم تاخذ اف هدول الانبوت هدول الاوتبوت. صح؟ تمام. لما الاف انفيرس هذا الانبوت اذا هذا صار عندك الانبوت وهذا الاوتبوت. فالانفيرس قديش بدك مثلا لما قطعنا 60 مايل قديش بنكون مضينا زمان؟ 70 دقيقة. لما قطعنا 70 مايل او مايلز بنكون مضينا متى؟ 90 دقيقة. مثل هون. لاحظ اف 70 70 شو بتقصد فيها هون مينيتس هذول مينيتس هاي مينيتس هون صاروا مايلز فجينا مثلا بقول لهم نحن قطعنا 70 مايل كم مينيتس استغرقنا معناتها فرح لك 70 فهو فعليا انت لازم مو تروح لل 70 هاي بدك تروح مره هيك مره هيك من فوق لتحت هي الاف من تحت لفوق هو الاف انفرس تمام؟ طيب تمام استاذ بالاخر الشيء باخر الشيء بالجدول دخلنا 70 اعطانا فوق 90 لحظه دخلت وين بين تابع بالاف ولا بالاف انفيرس؟ بالاف تي بالميلز بالميلز معناتك 70 ال 70 تعطيك 60 اخر الشيء بال 70 اعطانا فوق 90 بالميلز هاي مايلز هو هذا بقول لك ليش عم لك وين بتدخل؟ هاي بتدخلها بالاف انفيرس اف انفيرس بيقبل منك 70 مايلز او 70 مينيت 70 مينيت لمين للاف 70 مايلز للاف انفيرس لما بتقولي قطعت 70 مايلز معناتها انت مشيت او استغرقت 90 دقيقه اما اذا مشيت 70 دقيقه فانت معناتها مشيت 60 مايلز فبعد فكره اليونتس مختلفه عندك هون وحده مينيت وحده مايلز تمام الله تمام شكرا مينا. طيب كنا عم نحكي على فكره انه الاكس هو متحول صحيح ولكن ممكن نعتبره ايضا فانكشن فنحن اذا جينا على الديسموس واخذنا التابع اللي هو اف اكس تمام اللي هو التابع المطابق للايدنتيتي فانكشن كان بيرسم لنا اذا تذكروا بالتول كيت وطرحنا عليكم بيرسم لنا خط مستقيم هو فعليا منصف الربع الاول طيب خلينا ناخذ تابعين من التوابع اللي هن عكس بعضهم مثل مثلا
أحد الأمثلة اللي حليناها مثلا من شوي، وين كان في عند التابعين عكس بعضهم؟ من شوي كان في تابع جي اختبرناه انه طلع فعلا العكس تبع هدول مثلا، ما هيك؟ واحد على اكس زائد 2، اذا خلينا نقول واحد على اكس، طيب واحد على اكس زائد 2، هذا فانكشن رسم لي ولو شوي شكله يعني قطع زائد، فما في مشكله. والثاني شو كان عم بيقول لي؟ واحد على اكس ناقص 2، اذا واحد على x زائد 2، تمام؟ كنا بنتابع صح ولا ناقص 2 يمكن؟ كان اعتقد انا في عندي شغله خطا، نعم ناقص 2، انا عم لاحظ في خطا بالشكل، ناقص 2، ايوه تمام بالضبط. خلينا نصغر هي شوي وتفرجوا لي على هذا الشكل الظاهر، وخلينا هيك شوي نزوم او عنا، لا كثرنا يمكن هيك انسب. نعم شو بتلاحظوا؟ شو شايفين؟ خذوا هذا البنفسجي او الازرق مع هذا الاخضر بالنسبه للاحمر، ونفس الشيء هون كمان بالنسبه للاحمر، شو بتلاحظوا؟ في تناظر ولا مطابقين بس متعاكسين تماما مالك، هذا مسمينه متناظرين. فاذا في عندي تناظر بالنسبه لهذا المحور، ففعليا معناتها انا اذا بقدر بدي اعرف انه اذا في عندي تابعين هن فعلا واحد منهم انفرس للثاني، ببساطه بطلع على الجراف تبعهم، اذا كانوا متناظرين بالنسبه للمحور اكس، بالنسبه للمحور عفوا نصف الربع الاول اللي هو الجراف تبع الفانكشن اف اكس يساوي اكس اللي هو الايدنتيتي فانكشن، إذا كانوا متناظرين ببساطة فبعد تحكم أنه هن فعلا معناتها تابعين واحد من الانفرس للثاني. ليش هيك رح يصير؟ لأنه شلون نحن رح نحسب الانفرس؟ عم يعطيني هون شوية شرح للأفكار أو للخطوات، لو باجي مثلا باخذ قيمة مثلا وليكن 3، فأخذت الإكس 3 فرح أحسب مقابلها الواي، معناتها لازم تساوي الواحد. هلا بالتابع الثاني إيش لازم أساوي؟ لازم أدخل أنا القيمة المعاكسة واحصل على الجواب المقابل. خلينا بس نشوف الرسمة بالمثال الثاني. هو مثلا عم بيقول لي finding inverse function and the graphs، انه رسم ممكن توجدها مع الجراف تبعها، فهذا هو اللي عم بيقوله. لاحظ من شلون الاف اكس مرسومة والاف ناقص واحد شلون بتكون مرسومة، فراح يكون متناظرين بالنسبة للمحور اللي هو y تساوي x اللي هو الايدنتيتي فانكشن. طيب ليش هيك رح يطلع معنا؟ هون ممكن ناخذ شوية أمثلة عددية من هذا المثال تساعدنا أكثر. مثلا لحتى نحسب g3، هو السؤال شو كان عم يطلب؟ نحسب g3 وال g ناقص 1 لل 3. فال g3 شو بنساوي نحن؟ ناخذ 3 نعوضها بيطلع معي 1، وبالتالي معناتها إنه قيمتها هي الواحد. هلا بالتابع العكسي هو ما مذكورهم بالتمرين بس انا رح اخذها، بالتابع العكسي شو لازم اخذ انا؟ رح ادخل الواحد لحتى احصل منها على مفترض 3، فمعناتها لو دخلت انا هلا هون اكس 1 لازم احصل منها على 3، صح؟ يعني احصل على 3 بالاخير اللي هي اصلا كانت الادخال الاساسي. خلينا ناخذ قيمتين مثلا، رح ادخل اكس مثلا 2 هي 2، رح احصل منها على هذا الجواب، نفترضه 1.5، صح؟ معناتها لا يفترض لما ادخل 1.5 احصل منها على 2 اللي هي هون هي القيمه. فاذا رح تابع رسم النقاط رح شوف رح يطلع معي خط متناظر، اذا رسمنا هذا بالنسبه لاكس فرح احصل على خط شكله رح يكون مناظر لهاد ولكن بالنسبه لمحور الاكس اللي هو فعليا اذا بدنا نشوفه بنمسح هي الرسمات بهذا الشكل. طبعا هذا هون غير تابع بس الفكره انه التابعين ايمت بحكم انه هن واحد منهم انفرس للثاني؟ اذا كان الجراف تبعهم متناظر بالنسبه لمحور اكس ببساطه، معناتها رسم بقول مو محور اكس اسف عفوا بالنسبه للايدنتيتي فانكشن اللي هو واي تساوي اكس، يعني رسم هذا بقول هذول انفرس لبعضهم. وبالمقابل اذا عندك واحد من المرسوم حبيت ترسم الانفرس تبعه فخذ مناظره بالنسبه لهذا المحور بيطلع معك الجراف للتابع العكسي. شلون هي متناظرين؟ يعني انا اذا اعتبرت هي ورقه مرسومه
وعلى هذا الخط الأحمر حبيت أطوي الورقة، فهذا الخط الأزرق حينطبق تماما على الخط الأخضر بدون أي فروقات، مع هذا بعتبرهم أنه متناقضين. تمام؟ واضح الصورة؟ هي مجموعة أمثلة كلها تحول الفكرة نفسها. وهيك بنكون نهينا الفكرة الأخيرة بالإنفرس فانكشنز. واضح الأمور؟ حدا لسه عنده إشكال أو في شيء استفسار صعب البحث؟ أنا حسيته سهل وحتى حجمه قصير، يعني هو بس فكرتين أساسيتين يضلوا بذهننا. التركيب هو أن الأوتبوت للأول هو إنبوت للثاني لحتى أحصل الأخير على أوتبوت نهائي. الديكومبوزيشن اللي هو أنه عندك أنت فعلياً التوابع اللي كنا عم تعمل معه ممكن تعتبرها هي التركيب الأكثر من تابع. بالكومبوزيشن أوف فانكشن ننتبه على فكرة أنه الدومين والرينج، يفترض الدومين تبع الكومبوزيت فانكشن تبع التابع المركب يعني الأخير هو الدومين تبع التابع الأولاني ما عدا القيم اللي ما بتصير تكون تعطيني أوتبوت لا يناسب الإنبوت للتابع الآخر. يعني إذا عندي أنا FOG للX وقلنا منركب أول شيء الG بعدين الX الF نبدأ من الأقرب للX، فالتابع الأصغر أو الداخلي خلينا نقول هو الF سوري اللي هو الG، أو مثلا إذا FOG فالG هو الأول، فكل شيء قيم تعريف لجي مقبولة ما عدا اللي بتخلي قيمة جي غير معرفة عند الاف، مثل مثال في الكسر لما حلينا التمرين. تمام؟ بالنسبة للإنفرس أهم نقطة أنه ما نخلط بينه وبين المقلوب، واحد على اف لا تساوي أبدا اف ناقص واحد أو اف إنفرس، حتى أحسن ما نقرأها ناقص واحد اف إنفرس أفضل. ميزة الإنفرس أنه هو عبارة عن تابع، إذا بركبه مع التابع الأساسي بحصل على التابع المطابق اللي هو المتحول X. نحن كنا عم نظر له هيك إنه هو X كمتحول صحيح، ولكن هو الأخير التابع أيضا، فمعناته تركيب تابعين هو عبارة عن أو التابع العكسي خلينا نقول هو عبارة عن تابع، لما بركبه مع التابع الأساسي بحصل منه على التابع المطابق. الموضوع ممكن مثل يعني بالجبر وقت من نعمل عملية وعكسها، مثلا Y ضرب 1 على Y تساوي الأخير 1، فالواحد هو العنصر الحيادي بالنسبة لعملية الضرب، هون عندي التابع المطابق هو عنصر حيادي بالنسبة للتوابع. ما كثير بدنا نخوض بهالموضوع لأنه خارج منهجنا، بس الفكرة أنه تخلي بذهنك تركيب تابع على التابع العكسي يعطيك X. هاي الميزة أنا استفدت منها بموضوع الجراف، أنه إذا حبيت أحكم على تابعين أنه هن متعاكسين أطلع على الجراف، إذا كانوا متناظرين بالنسبة لمنصف الربع الأول فمعناتها بحكم أنه هن فعلا واحد من الإنفرس الثاني. ان شاء الله تكون الامور صارت واضحه، نشوف اذا في شيء تعليقات. مالك هو منطقي ومستخدمه كثير بالتحويل، بس هلا تم شرحه بطريقه جبريه. شو هو قصدك منطقي ومستخدمه كثير؟ انا للاسف ما كنت عم بقرا الشات، عم بركز بالملخص تلخيص الافكار. تابع العكسي، نعم تمام صحيح صحيح تمام كلامك. كثير تحويلات مثلا بتحول متر لكيلومتر او ل خلينا نقول انش او بوصه او فوت او قدم الى اخره، فالعمليه معاكسه. وحتى هو اصلا الشاتر بصراحه بلش بفكرة التحويل من فهرنهايت لسيليسيوس أو بالعكس. نعم صحيح. وحتى مو بس موضوع التحويلات، يعني تكون في كتير توابس. أبسط مثال كان هو الجذر والتربيع، هذا مثال شهير، بس برجع بأكد على موضوع الدومين والرينج لازم يكون مطابق، فلذلك لازم أخذ بس القيم الموجبة لأنه التابع الجذر ما بيقبل قيم سالبة. وشفنا من شوي أصلا أنه التابع العكسي والتابع الأساسي واحد منهم الدومين تبعه بيصير رينج للآخر والعكس بالعكس. فالمثال الشهير كان هو الإكس مربع والإكس. مثال أشهر اللي أنا بشوفه اللي عم استعمله بقى انتبه عليه هو تحويلات الزوايا والتوابع العكسية والتبعيدة، يعني ساين أرك ساين كوساين أرك كوساين، هدول كنا كثير نستعملهم لما تحل مثلا أنت مسألة بالمثلثات ويطلع معك أنه الجواب مثلا 1 على جذر 3، فكان مطلوب منك أنه شو هي الزاوية اللي الساين تبعها مثلا 1 على جذر 3، فأنت فعليا هنا تطبق التابع العكسي للساين لحتى يطلع معك الجواب. هذول فعليا كانوا أمثلة شهيرة على التوابع العكسية. طيب إذا ما في سؤال رح ننتهي اليوم ونوقف هون، ومعناتها بعتقد بكرة ما في داعي على جلسة لأنه خلصنا المطلوب. بحث سهل هذا الأسبوع الحمد لله، إن شاء الله تكون يعني فرصة إنه تجيبوا علي منيحة بالوظيفة حتى. نعم براجع اللي بعثتوا لي، بعث لي بعتقد عبد الكريم على المجموعة. نعم مطلوب هو الكومبوزيشن والإنفرس. في شوية تمارين دائما تكون بنصح أنا هذول التمارين تشتغلوا فيهم، يعني حتى لو ما كان مطلوبين كوظيفة فرصة جيدة كثير بيقووكم بهاي المواضيع، خصوصا جماعة الكمبيوتر ساينس.
انا عرفت انه في بعضكم كمبيوتر ساينس، في بعضكم يمكن اختصاصات ثانيه. جماعه الاختصاصات الثانيه قد يكون هاي الماده بكفيهم ينجحوا فيها وما راح يحتاجوا اكثر منها. اما جماعه الكمبيوتر ساينس كل شيء عم نحكيه هون راح يتوسعوا لكم فيه لاحقا. يعني ما بعرف شو موادكم بس اكيد طالما الكمبيوتر ساينس اكيد راح يتوسعوا لكم فيها، بالاضافه انه هاي الافكار بتلزمكم بالمواد البرمجه وغيره، فحاولوا يعني تتقنوها، حاولوا تاسسوا فيها بشكل صح. الله يعطيكم العافيه، نراكم معناها الاسبوع القادم ان شاء الله تعالى. السلام عليكم.